تأهيل الموانئ الصغرى والمتوسطة النواب محترمين محمد العطواني وديع بن عبد الله مولاي محمد بن سعودي فريق التجمع الوطني الأحرار فليتفضل أحد النواب مشكور. شكرا سيد الرئيس، سيد الرئيس محترم، السادة الوزراء محترمين، أخواتي إخواني النواب محترمين. تتوفر بلادنا على شريط ساحلي مهم، الشيء الذي حتم إقامة العديد من الموانئ بعدة مناطق ومدن، مما جعل حركة الملاحة البحرية في تطور متزايد خصوصا داخل الموانئ الكبرى. ونحن هنا نتمن المجهودات المبذولة فيما يخص تأهيل وعصرنة الموانئ ومدها بالوسائل الضرورية للاشتغال. لكن من الملاحظ أن هناك بعض الموانئ الصغرى لا زالت دون مستوى الطموحات المرجوة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الخطة الاستعجالية التي تعتزم مصالح وزارة التجهيز والنقل اتخاذها فيما يخص تأهيل الموانئ الصغرى والمتوسطة؟ شكرا سيد النائب. كلمة سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. الكل متفق على أن الموانئ لها أهمية بالغة في الاقتصاد المغربي، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة، نظرا للطابع الجهوي والمحلي القوي التي يكون عندها لدى تنشيط سوق الشغل في جميع جهات المملكة. تنشير إلى أن هذه الموانئ كتأمن تقريبا رواج مهم ديال 70 مليون طن سنويا، وهناك 35 ميناء على هاد 3500 كيلومتر من الساحل المغربي بوجهته الأطلسية والمتوسطية، وهناك 12 ميناء اللي مفتوح أمام التجارة العالمية. فالوزارة تولي أهمية قصوى للموانئ المتوسطة والصغيرة، وهناك مخطط للعمل في هذه المناطق. نعطي بعض الأمثلة: ميناء بوجدور اللي هو في يعرفوا يعني الأسابيع الأخيرة ديال الإنجاز ديالو في الشطر الأول، علما بأنه نحضر لشطر الثاني وتدخل في إطار مخطط الصيد. هنا كذلك في مجال آخر أو في مجال الترفيه وتعزيز البنية التحتية الترفيهية في مجال الموانئ، إنجازات مهمة مثلا الميناء ديال مضيق اللي تم توسيعه مؤخرا، وهذا فضلا على موانئ أخرى التي تجد قيد الدرس. هناك كذلك تصور عام الذي نحضره الآن، حيث نهيئ لمخطط وطني يعني البنيات التحتية المينائية التي يجب توفيرها في أفق سنة 2030. ومن غادي ننهيو إن شاء الله من هذه الدراسة في الأسابيع القليلة المقبلة، غادي نعلنوا إن شاء الله على هذا التصور اللي فيه الموانئ الكبيرة وسواء الموانئ الصغيرة والمتوسطة. شكرا. كلمة السيد النائب. رئيس، شكرا سيد الوزير على جوابكم. لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان الميناء الأورو متوسطي لطنجة يعتبر بمثابة القاطرة الأساسية لتأهيل وإعادة هيكلة مختلف الموانئ عبر مختلف ربوع المملكة بما فيها الموانئ الصغرى والمتوسطة، فقد آن الأوان للالتفات تجاه سياسة وطنية تروم عقلنة وتدبير مخطط لعمل الموانئ الصغرى والمتوسطة. وعلى سبيل المثال ميناء المحمدية والقنيطرة وأسفي وجديدة والعرائش والصويرة وإلى غير ذلك، حتى تنهض هذه بالدور التنموي المحلي المنوط بها من أجل الإقلاع الاقتصادي الحقيقي. كما يحلونا أملاً نحن كفريق تجمع الوطني الأحرار وغربة أكيدتين من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة وملموسة من أجل تطوير بعض الموانئ وتحويلها إلى موانئ سياحية، كميناء المحمدية مثلا الآن هو ميناء بتروكيماوي كيلعب واحد الدور مهم. لكن الملاحظ الآن هناك الوكالة الحضرية للتعمير
تهيئ تصاميم التهيئة، وجاء في جوابكم أنتم الآن في إعداد واحد التصور من أجل إدخال هذه السياسة يعني جهويا ووطنيا. حبذا لا كان إشراك كذلك جميع الفاعلين، مختلف الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم الجماعات المحلية والمجالس الجهوية والوكالات الحضارية. لذا السيد الوزير ينبغي كما جاء في هذا إعداد يوم وطني حول مخطط وطني لإعادة الهيكلة التي يفرضها واقع التعمير وتماشيا مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا. شكرا سيدنا المحترم، كلمة السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، أؤكد على أن المنهجية التشاركية هي المنهجية التي نعتمدها دائما، وهنا على صعيد على سبيل المثال فيما يخص مخطط المديري للبنية المينائية، نظمنا سبق لنا أننا نظمنا يوم وطني لتبادل الآراء مع يعني كل من يهمه الأمر من سلطات مركزية ومن سلطات ترابية، من يعني جهات ورؤساء جهات ونواب ومنتخبين، يعني تم استدعائهم لتبادل الآراء حول ما يعني ننوي القيام به في هذا المجال. وسننظم إن شاء الله يوم آخر إن شاء الله عند انتهاء هذه الدراسة. وشكرا. شكرا سيد الوزير.